السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي فائقة عمر الإدريسي من السعودية، متخصصة في علم النفس، مع ماجستير في علم النفس، مهتمة بالعلاج النفسي والدعم النفسي. أنا سعيدة أني أنا قدرت أحضر هذا الملتقى الجميل اللي فيه العديد من الكفاءات المميزة والمتميزة. حقيقة أنا سمعت عن المؤتمر لما كنت في ملتقى آخر، ولما سمعت عنه قلت ما حفوته، والحمد لله أني ما فوتته لأني استفدت كثير. الإنسان لما يتلاقى بغيره من ذوي الاهتمامات المشتركة أكيد إن هو بيستفيد كثير، بيزيد علما، بيزيد خبرات، بيزيد علاقات. المؤتمر كان ثري جدا حقيقي، كان فيه خبرات كبيرة، ناس لهم يعني باع طويل في مجال الدعم النفسي والعلاج النفسي، دكاترة متخصصين متميزين. احنا نبغى يعني اذا قدمنا خدمة نقدمها كده بروفيشنال، تكون ما هي على تجارب نجرب في الناس ولا شيء. فهذا الملتقى اداني الكثير الكثير من الخبرات اللي ان شاء الله تساعدني في يعني يكون أدائي أكثر مهنية، أكثر يعني الإنسان يتعلم طول حياته طول حياته. تعلمت شيء جديد على إن شاء الله أدخل في الدورات اللي أشرت لها، MDER، إن شاء الله ألتحق بها وتعلمها وأتقنها بأمر الله تعالى. الله يجزيكم خير. أنا الشعب السوري يهمني كثير زي بقية أي أحد في الوطن العربي كله بما فيهم السعودية. جدا مهم كنت أني أتعرف على المستجدات في الوضع عشان أقدر أساعد أكثر. أنا قبل كده رحت للأردن مخيمات اللاجئين، رحت في تركيا في أورفا وفي أنطاكيا، طلعت بنفسي على الوضع. كان حبيت أني أقدم ولو شيء قليل من أجل هذا الشعب الحبيب إلى قلبي، وإن شاء الله أقدر أعمل كده. من هنا أنا طالعة إن شاء الله بعد أسبوع على اليونان للإخوة اللاجئين في اليونان، برضو كمهمة للدعم النفسي مع فريق مشترك من السعودية وعدد من البلاد العربية والأجنبية. وإن شاء الله يعني ربي يوفقنا. وأنا يعني استفدت كثير فعلا من هذا المؤتمر، أداني كده إضاءات لما يمكن أن أقوم به هناك. ربي يكتب أجركم وجزاكم الله ألف ألف خير، وإن شاء الله يكون بداية لتعاون مشترك قادم ولقاءات أخرى. إن شاء الله اللقاءات ما تتوقف، ويعود الشعب السوري لبلاده سالم غانم، واللقاءات لا تتوقف في الملتقيات النفسية، لأننا بحاجة لدعم أي إنسان يكون محتاج لها. جزاكم الله خير. سمح هي ضرورة ملحة الآن وفي مستقبل سوريا، فكونوا معنا. www.syriasamh.com